Travaille sérieux pour être balèze. J'barre dans l'RS. Si tu fais le malin, y'a les frérots qui blessent. God time, God bless. J'fais mes bails en finesse. Le soir, t'as montré le fitness. Agir et qu'un go fait les pecs. Habib bataille belèche. السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه بابيتو في اس. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. الموضوع ديالنا اليوم غيكون مهم جدا، خصكم غير تركزوا معايا باش حطوا النقط، كل نقطه في بلاصتها. اول حاجه، كما شفتوا المينياتور، حنا بغينا بدر هاري اللي كان قبل، يعني بدر هاري اللي كان يعني كيتعصب وكيجيب الربح، كيدابز وكيجيب الربح. المهم كيدير بزاف ديال الحوايج ولكن كيجيب لنا الربح. دابا بدر هاري ظريف بزاف وما كيجيبش الربح. ظريف الخوت، الصراحه حنا بغيناه يكون ظريف، ولكن فوق الحلبه ولا مع المنافس ما خصوش يكون ظريف، خصو يكون بحال اللي كان بشحال هادي شرس. هذه هي النقطه الاولى اللي بغينا نهضروا عليها. بزاف ديال الناس ما غيكونوا متفقين معايا وبزاف ديال الناس ما غيكونوش متفقين معايا. المهم خليو لي غير التعليق ديالكم باش نعرفوا الاراء ديالكم، كل الاراء تحترم. اما النقطه الثانيه اللي غنهضر عليها الخوت، هي ان بدر هاري كما لاحظتوا في هذا النزال هذا ما وفي النزالات قبل ما كيستعملش الرجلين بزاف، ما بقاش يلعب بالرجلين بزاف، يعني خصو تدريبات على الرجلين، خصو المهم يحاول يخدم رجلين بزاف، لان بدر هاري بشحال هذه اكثريه ديال يعني ديال الضربات القاضيه ديالو كانت بالرجل. دابا كنشوفوا بان الرجلين ما بقاش يستعملهم كاع، خصو يخدم ويتريني على رجلين. واش متفقين معنا ولا ما متفقينش؟ الا ما متفقينش معنا خليوا لي التعاليق باش نعرف، باش نصحح المفهوم، ولا المهم نرد عليكم. انا كنرد على جميع التعاليق باش تعرفوا، حيت كاين شي نقاط ضعف لقيتهم في بدر هاري، يعني في النزالات قبل وفي هاد النزالات، يعني شفتهم في بدر هاري ما عجبونيش. بحال قلت لكم الرجلين ما بقاش يستعملهم بزاف. الضربات ديالو نورمالمون هو كيتريني الحديد، خص تكون عنده الضربات ديالو قويه، لان الحديد كيزيد لك القوه العضليه وقدره التحمل معروفه، لذلك خص يكون الضربات ديالو قويه بزاف اكثر من قبل. قبل ما كانش كيتريني الحديد بزاف، كان كيركز على الكيك بوكسين بزاف، مي الضربات ديالو كانوا قويه. دابا نظرا للسن، ولكن السن ما عندوش صراحه العلاقه بالضربات، لان الضربه قويه، واخا تكون الا جبتي دابا مايكل تايسون يعني يضرب شي واحد هيدا غيطيحو، لان باقي الضربه ديالو قويه، لان الضربه القويه ما كتمشيش، يمكن يشوف لك تمشي لك اللياقه البدنيه وتمشي لك، يمشي لك السفل، يمشي لك يعني الصبر فوق الحلبه، ولكن ويمشي لك عاود ما تصبرش الضربات ديال الخصم، ولكن بالنسبه للضربه القويه كتبقى، كتلقى بنادم شارف فاذا عطاك سقله غيدوخك. المهم والنقطه الثالثه الخوت، انه ما كيصبرش الضرابي بزاف، كما شفنا في هذه اللقطه هذه اللي غنشوفوا دابا، بقاش نقز عليه اركاديوس جيسيك، يعني هذيك الضربه بكنيك ما قاسوش بزاف، ما دخلوش شي ضربه عنيفه، ولكن طاح، يعني كان بقى واحد المده في الارض ماناتش. نورمالمون بشحال هادي كانوا هاد الضرابي هادو ما كيأثروش على الاسطوره بدر هاري. بغينا الاسطوره يرجع بحال اللي كان.
لان ديك العصبيه ديالو وديك الشراسه ديالو كانت كتخلع المنافس. المنافس كيبقى مرعود فوق العربه فوق الحلبه كيترعد غير بوحدو باش لان بالشوفه ديالو ديال البدراري وديك الشراسه ديالو وديك العصبيه ديالو المنافس ديالو كيخاف كيخاف فوق حسن فوق الحلبه وكيجي كيولي يعني فريسه سهله البدراري باش يطيحها بالكو. هذه هي النقطه النقط اللي بغيت نهضر عليها. الى عندكم شي نقاط اخرى ولا عندكم شي راي اخر خليه لي في التعليق وان شاء الله غنناقشوه. كنتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم فيديو. الى عجب لكم فيديو ما تنسوش تشجعونا باللايك جيم 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 والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. باقي كاين جديد. اما بالنسبة للمسابقة اللي بغى يعرف شروط المسابقة ارجع الفيديو القديم يشوف شروط المسابقة فيديو اللي قبل هذا. يعني شروط مسابقة سهلة وما عليكم الا تابوني معنا وتابوني في انستغرام ديالنا باش تشاركوا معنا وتربحوا 1000 درهم شهريا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.